مش غريب الزمن ينكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، مش غريب مش غريب مش غريب، مش غريب الزمن يمكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، مش غريب الزمن يمكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، مش غريب مش غريب مش غريب، مش غريب الزمن يمكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، عسلامة. نحوالك وصلتك لباس؟ الحمد لله بعشت. الحمد لله. قل لي شنو اخبار المعرض؟ حلقة العداء. انا كنت متأكد يا بنتي من نجاحك. اي وجاوبك يا ناس. والمؤسسة شنو اخبارها؟ والله يا بابا نستنى فيك باش نحكي لك. لباس فهم؟ فهم مشكلة كبيرة. سمعنا الخير. هي المشكلة زي فهم أربع عمال طرد. أربع
وين طردوا؟ شكون اللي طردوا؟ عم شادي هاكا سي منصور يستنى فيك عنده التفاصيل الكل. باهي على كل حال انا ماشي العشية للشركة ونفصل على المشاكل هذه الكل. عمتك ورشاد شنو احوال؟ الحمد لله لاباس. عمتي هاكا في البوتيك نتاعها ورشاد مسكين تعب غطس في الخدمة. يا ربي يعينه ربي يعينه. انا هاني داخل نرتاح وكي احضر الدكتور عيطوني. باهي بابا. زعما عايشة اش طيبة الدنيا؟ حاجة تحبها انت ياسر ياسر. شني؟ تو تشوفها من بعد. بلاي والله باهي شوفها من بعد. شوف ماذا بيا ترجع عندي وسي سلاح ياخذ اسبابك تعايب المكان. باهي وانت تنجمش تخطف روحك معنا؟ لا انا خليني هنا مازال عندي شويه تحضير دور القرب ما عادش عندنا وقت. الله يبارك. نسيت حاجه. شنو هي؟ شكون باش يستقبل الوفد الخليجي غدوه في الصباح؟ انت شنو نسيت المنظر؟ باهي مالي خليني انا نمشي نكمل الحجز في الاوتيل وهكاك ما يبقى لك الاستقبال. باهي باهي. ربي سنة يا عايشة. لا مش موجودة. لا ما يسالش تو نعاود نطلب. باهي بالسلامة. خلي الكهرباء برا على روحك على خاطر عندي شوية خدمة ليلة باش نخدم. ها؟ لا هي عملته انا هاني قلت لك وانت هو انا معلم باهي عم نحبك تدليها لي بيه سيدي خويا مرحبا سلام سي مالك تفضل سي علي سامحني
حاضر. تيجي خويا عوده ميمونه. مرحبا بيك، ماك لاباس. ما يسالش، ما يسالش. قل لي استاذ شادي، علاش طردت العمال؟ على خاطرهم مشوشين ويعطلوا في الخدمه. هي طرد فرد مره هكاكا؟ ثم قانون يا اخي، ثم ليه؟ شحلالك من ربي تقطع لهم خبزتهم وخبز صغار يا اخي؟ تخدم معايا ولا تخدم ضدي يا سجادي؟ عجب، قد ما نجهد في نفسي وتقولي نخدم ضدك، انت عباولك راسك. كثرت على ما صوك يا سجادي، كثرت وانا باقي ساكت عليك. كل ما نغيب من هالشركة هذه الا وتعمل فيها سيادتك اللي يضرك، اطلع عليك كلمتي وتخلق القانون. لوين ما انتي سيدي خويا؟ الناس تسمع، ما يجيش منه هكا. ما يهمني في حد يسمع، اللي يسمع يقعد اللي يقعد. التصرفات بتاعك هذه تعرف شكون على الشركه؟ ما شنو هي نتائجها؟ تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ وخلك عليها الانهيار الافلاس. لكن انت شي يهمك؟ دخل الربح خارج الخساره، ما يبقى حد شيء. حد وصل بك الظن واكثر يا سي شادي. عديت لك برشا اغلاط وانا اقولها في الله وعما سلف، وانت نسيتك ماشي في بالك اللي انا راقد على وذنيا ولا ما في علميش باللي تعمل فيه. لا يا سي شادي، في بالي بكل شيء. نعم، لكن قول باقي خليه يا ملك، ربما يوبخ ضميره ويرجع للجدة. لكن انت سيادتك شيء زايد على القدام. خليني اقول معك كلمة. تكلم تكلم، قول ايش عندك باش تقول. مانيش صغير انا ولا نرضع في صبعي باش تقول الكلام هذا. حتى انا قاعد نخدم فيها المؤسسة، لكن انت تحب تظهر روحك مع العمال. جا ضد خوك مش صحيح. لاني مع العمال، لاني معك انت، انا مع الحق. ساعة قبل سيادتك مذفور، تعرف ايش معناها الطرد اللي عملته؟ شي يتسمى بالقانون، يتسمى طرد تعسفي. ولهذا بارك فيك، اعمل حد لها التصرفات هذه متاعك. ما عادش نحب نسمع بها، فهمتني ولا لا؟ الخدامه من غدوه يرجعوا يخدموا على ارواحهم ويخلصوا في الايامات اللي ما خدموهمش على عقل من اللي قلت هكا من الاول من غير ما سمعني الكلام. هذاك اول كلام. ماذا بيا حاجه اخرى؟ ما نحبش يزيد يطيح القدر بيناتنا سي شادي. انا هاني خارج، اذا كان طلبني حد مانيش موجود لا اليوم ناخذه. كان حاجتي اتصل بيك، كان عندي حاجه اكيده. فين اتصل بيك؟ علي يعرف اني القاني. ايه قطوس ويزلق، وانا ما نعرفش اش نعمل. انا سميح وتعرفني قويه. به به. ايه اهلا بجدولة الغالي. شنو اش بيك مطره ممنرفز؟ اش فما؟ مانيش قد بعض يا سماح. احكي لي. اش باش نحكي لك؟ انت ماك الزفت سيدي خويا كالعاده. جاي من خارجه؟ جاي لا جاي؟ جاي ومعمر عليا. وعليش؟ على خاطر أربعة خدامة طردتهم. ما حبليش، يكرهني. ساعة يحكيو عليه ليس مليح. خويا ونعرف. أنا عمري ما ننسى الوالد الله يرحمه ويسامحه، وقت اللي بجلوا عليه فوض له كل شيء. وزيد في الاخر باع له الملمه واللي ثمه. حق حق.
حتى باش الرزق ما يتقسمش ما يتفرطش. وانت يا شاد يا كيخدم معاه، يعني نخدم معاه، هاني نكلت كل شيء على كتافي. لما حالة وقت كنت صغير كنت طايش، لكن المؤسسة توا شكون قاعد قايم بها؟ مليان هاني. هو اش عمل؟ من وقت اللي شد الأمر في يدي ولا عمل ليه؟ سلطان. ما كلمة إلا كلمته، وما حكم إلا حكم. تعرف شو قال لي اليوم؟ اسمع يا شادي، ما تنساش اللي أنا صاحب القرار هون. تو هذا مش غلب هذا. يا شادي سيسو سيسو ومشي له بهويه حتى يليل، ووقتها تنجم تعمل اللي تحب. وبعد هذا ودونه هو المعلم الكبير، اش تحب تعمل؟ حبل الزمان امان الشادي، ما تغلبش. يا عم الله اقلب علينا هالصحن تاعو. ساعينا محضره روحي باش نحكي شويه في موضوعنا. ماهوش وقته تاعو. لكن سماع، انا جيت بحذاك باش نرتاح، مش بزيدني هم على همي. شادي الكلام كثر ورايا، وما نظنش كان ترضى انت هكا. يفك عليا عاد، يخلي لي يقول يقول. ماكش صغيره انت ولا بنت 16 عامه باش تخاف لي من الكلمات هذيك. الغلبه اش قال لك واش قال عليك؟ مراها جيلة تسكن وحدها وراجل دخل عليها خارج، هكا ترضى انت؟ سماع، خلي الامر يستراح. شنو يا اخي انت ما عندكش ثقه فيها؟ كان ما عندي فيك ثقه من دخلك المحل، نعطيك المفتاح. هيك جاوبت وحدك. عسلامه. اهلا عسلامه. تفضل. سنة هوني؟ اي سنة. نعم، فما شكون يحب عليك؟ أيوه. عسلامة سي فريد. سلام. سلام، ما تقوليش بك تغيرت. لا ما تغيرتش. سنة نحبك تجاوبني بصراحة. على شنو؟ حبيت نعرف علاش انت تبدلت معايا. ماكش فاهم علاش؟ لا كان فهمت راني ما سالتكش. على خاطر ما نحبش شكون يكذب عليا. انا كذبت عليك؟ انت معرس ومخبيت عليا الحكايه هذي. على خاطر أيمن عيط لي بابا؟ اي نعم، على خاطر أيمن. هو يحب يعيط لي بابا، أما أنا عمري ما حرست. سي فريد يعيشك، اسمعني. لا اسمعني أنت.
أيمن هو ولد أختي، أما أنا ربيته ملي هو صغير. على خاطر أبوهم وماتوا في حادث. هذاك علاش عيط لي بابا. سامحني ما كنتش نعرف. لا يهديك. باهي، والبنيات اللي تعشيت معاهم المرة الأخرى شكونهم؟ وانت يهمك تعرف؟ لا ما يهمنيش. البنات واحدة خطيبة أيمن والأخرى أختها. ودي لحرية باش تعشى معاهم أختي بخاطر أكثر ولا أقل. أنت تنجم تقولي شكون رشيد؟ رشيد؟ رشيد ولد عمتي وفي مثابة خويا. قولي عزيز عليك باش تهدي له الطبلو شكون؟ الواحد ما عزلوش من ودي. قولي باش نهدي له الطبلو هو بابا. تهنيت شي تو؟ تهنيت. سنة تعشى ولي للجميع؟ لا العشاء ما نجمش. أما كان تحب نشربوا حاجة جميعا. فين تحب؟ في المشتل. الستة نتاع العشاء يساعدك؟ قبل الستة ما نجمش. لا ما نجمش. عندي موعد مع واحد عنده أوتيل يحب يعاود الديكوراسيون نتاعو. ولا في الستة؟ داكورد. ادخل. السلام. اهلا سيدي. تفضل تفضل تفضل. الله يعينك. كملت البلان؟ نعم. لكن ثم مشكل سي ملك. خير ان شاء الله. ثم ثغرة ب20,000 دينار. ثغرة ب20,000 دينار؟ لكن رجعت حساباتك مليح؟ رجعت لحسابات مرتين وما فهمتش. باهي أعطيني الملف نرجعو الليلة في الدار. تفضل سي علي. بارك الله فيك. سلم لي على سي شادي. سلمت. لازمنا نعرف الثغرة منين جات. تفضل سي رياض. بارك الله فيك. شكرا. سيدي ربي يعينك. الله يهنيك. لويس جبتك اللبسه مدام. انا ما عجبتنيش. سي عواطيتك شنو اللي ما عجبتش فيها؟ مانيش مرتاحه فيها. اش قولك مدام؟ سونيا وريها الموديلات الاخرين لاريفاج الاخرين. داكر تفضل معي.
مدام محل محلك. ميرسي يا عم. شنو جايبك؟ شنو جايبك؟ قداش من مره نبرت عليك باش ما عادش تجيني لهوني مراد. شنو جايبني؟ تحشم بيا ولا ما نشرفكش؟ فاش قام الكلام؟ يا ولدي مانيش وحدي في البوتيك، ثم الطفله والحوره فيه، ولا ماذا بيا ما يرانا حتى حد مع بعضنا. من عملت لك الخوصه في صبعك؟ ونقعد في دركينتي حتى سيادتك تعيط لي. برجولية فديت من العيش هذي. اسمع يا دوجة، ثم مئة واحدة أزين منك وأحسن منك وأصغر منك. استنى في كلمة مني، على شكون نرضى؟ بالله يا مراد. والله تعرف كيفاش انساني وشوف غيري. مراد سيبني. يعيشك يعيشك، فهمني فهمني، والله ما قصدت حتى شيء. تعرفني نخاف من كلمة الناس، هذا غالب ما يرحموش ما يعظموش الفرق نتاع السن اللي بيني وبينك. بالنسبة ليهم مرأة في عمري أنا ما عندهاش الحق باش تحب واحد في عمرك أنت. يعيشك اعذرني اصبر شوية. باخ ترى شوية فلوس. الله يبارك. ما عادش مغشش؟ طيب كلمك قدر. صحيح سي شادي هوني؟ شوني؟ شو نعمل انا توا يا ربي؟ انت شبيك ساعه داخل بعدك؟ موضوع هام، موضوع هام ياسر يا صباح. والموضوع الهام هذا ما نجمش نعرفه. مسألة كبيرة على مخك هذه، انت شو يهمك ساعة؟ انا شو يهمني؟ ايه انت شو يهمك؟ ما انا ما نقولكش. عجبني. قلت لك موضوع هام تكلم عايشك صباح. خلي لك وصايا. قال لك تعرف فين تلقاني. ايه ما تكلم من الاول، يعني انا لازم تضيع لي وقتي. ماني نحب نربزك. نربزني؟ لا لا عليك. الو سي شادي هوني؟ قل علي علي. اي علي. سي شادي اهلا وسهلا. يا سي شادي عندي خبر وما يفرحش. المحاسب فطن ب 20,000 دينار. اي وانا وين نعرف علي؟ وسي مالك خذا الملف باش يراجعوا الليله في الدار. ها؟ به به الله يبارك في الأمان. تو الأوتيل متاعي نحبه كوكتيل شرقي على غربي، يعني الفتشاتا تلقاها كلها فايونس، خمسة منا وحوتة منا. الحين بنتي شكون يعرف؟ تدخل تلقى خاصة خاصة بحذاها مبخرة كبيرة ومبخرة من هنايا، تزيد القدام شوية تلقى لا هيك يقولوا له الاستقبال، الاستقبال ايوه،
فهمتني ولا على شكل صفيحه نتاع حصان للعين، تكون قلب لواد فهمتني ولا. تجي طالع في الدروج تلقى كليم مفروش، تطلع به تحل البيت تلقى سرير كبير وناموسية هابطة وبنك عربي من هونية كوميدين ومشيرة هذية قاعدة جلد اللوطة اللي يحب يقعد في اللوطة يقعد، وزوز فتيات كبار ستيل نقول الويكينز. ايش قولك؟ بس صادق الحاجات اللي تحكي عليهم هذوما الكل ما يتمشوش مع بعضهم يعيشك. لا ما هو بنتي انا راني ما جيتك لهوني الا ما شفت الديكور اللي انت عملته لوتيل سي محرز، عجبني ياسر ياسر عجبني، قلت لازم نعمل خير منه ولي هذا جيتك وما يهمكش في الفلوس، قول مية نعطيك الف. سي صادق يعيشك ماهيش مسألة فلوس، صاحبك هذا اللي تحكي عليه منحني الثقة التامة وما تغليش في خدمتي. وانا مانيش فاهم اش كان عليه لو كان حطينا شويه هكا وشويه هكا وشويه من غاديكا، وراس بنتي وراس بنتي تطلع حاجه خارقة للعاده وجديده. سي صادق يظهرلي مانيش باش نتفاهمو، تعرفش كيفاش؟ امشي شوف غيري عايشك. يا سامحني بنيتي الخدمه ما تجيش هكا والفن مش قبل بيه الزاده. عم لله سامحني سي صادق انا تو عندي ما نعمل، وانا زاده عندي ما نعمل وبفلوسي نعمل اللي نحب زاده فجعت الله بسلامة. ميا اسمع عندي موعد انا توا اقفل كالعاده. بسلامة. عليك. سماح تفضل. شكرا. أنا قلت ما عادش تجي. لا لا الكليون اللي حدثك عليه طلع خلوار وعطلني. أنا ما تفهمتوش. تفهمنيش. هما عباد عندهم فلوس وما عندهمش ذوق، مش تحب تعمل؟ بلا غلط. كل واحد وذوقه. قل لي كنت تحب نبدلو لغة أخرى ما يسالش؟ لا ما يسالش توا مش مشكلة. إيش تحب تشرب؟ جو دورانج. سلمى جو دورانج. ولا ساعات تجي هنا؟ لا أنا في العادة ما نحبش الوتلة بالكل، نحب الطبيعة والبحر. يزم الواحد ساعة ساعة يبدل جو كيك يحس بروحه تفرق. الطبيعة خصوصك البحر قد ما نقعد ما نقلقش. أما لا ديما تمشي البحر وغريق البحر. عندي ولدي عنده يخت، عاد كل ما نبقى وقت نخرج نعمل جولة. إن شاء الله نهارنا مجولة مع بعض. شهر سلام. أنا حاسس بي أحنا النجم نعمل ضنية طويلة مع بعض. نزام نحس هكا. ماذا بيا نجا
شبيك مزروب؟ عليها فوق مانا؟ لا يا ما شكون قالك اني انا موافقه؟ حتى ما نجمش نعرف. على كل حال تعال خلص من بعد نقولك. بابا اسمع، حبيتك باش ما تحيرش عليا، ما تستنانيش، ما نعرفش وقتاش مروح. خسارة، انا في بالي صافي تعشيو جميع الليلة. ارقد عايش منتي وما تخليش الشباك محلول، سمعت؟ اوكي تهنى عليك. سالوت بحال خير. شادلي هيا راك جوعت. الو فؤاد، سالو سافا. اسمع ايش نقول له، بابا مش مروح الليله، ما نمشيو نصرف في حماماته. حتى انت بابا ما روحش قبل ما طلعت عند الصباح، وهذا اذا روح اون بلوس. اي خلاص عليا، تيجي بلاد الاول عاد. اوكي باهي، تعدي لك كرهبتي قدام الكيوسك كيف العاده. اوكي هلا يا توتا لوغ تشا. خويا خويا مولاي خويا